أفادت شركة جلوبال داتا المتخصصة في تحليل البيانات بأن المغرب سيشرع قريبا في استغلال ثرواته من الغاز المحلي بكل من تندرارا وأنشوا. وأوضحت الشركة أن مشروعين مهمين للغاز في المغرب ينتظران اتخاذ قرارات استثمارية حاسمة هذا العام، ومن شأنهما أن يضيف 70 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي إلى مزيج الطاقة التي تحتاجها البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يدعم الطموح في تقليل الاعتماد على الفحم والواردات المكلفة خصوصا من الجزائر. وكشف تقرير جلوبال داتا وفقا لما ذكرته يومية الاتحاد الاشتراكية الصادرة اليوم السبت أن المغرب على وشك إطلاق قدرته الغازية، على الرغم من أن البلاد لا تعتبر في الوقت الراهن منتجا رئيسيا ولا تزال تستورد معظم حاجياتها من الغاز، بيد أنها تتوفر على ما يقارب من 700 مليار قدم من الاحتياطات الموجودة حسب الاستكشافات المعلنة. وأوضح سانتياغو فاريلا الخبير والمحلل المتخصص في التنقيب والإنتاج لدى جلوبال داتا، من المتوقع أن يتحقق النمو الإنتاجي مع إطلاق المرحلة الأولى من استغلال حقل تندرارا، والتي يتوقع أن توفر كمية هامة من الغاز بحلول منتصف عام 2022 بسعر استغلالي أقل من 5 دولارات لكل قدم مكعب. ومن المتوقع أن ينتج موقع أنشوا الذي تم اكتشافه في عام 2009 أول غاز في عام 2024، وسيكون إلى حد بعيد أكبر مشروع للغاز يتم تنفيذه في المغرب حتى الآن. وبالنسبة لكلا المشروعين تتمثل العقبة الرئيسية في الحصول على التمويل الكافي، حيث لا يمتلك أي من المشغلين الأموال الكافية للقيام بهذه الاستثمارات بمفرده. ويسعى المغرب إلى تحقيق نوع من الاستقلال الطاقي، وذلك تزامنا مع انتهاء اتفاقية أنبوب الغاز التي تنتهي عمليا في شهر نوفمبر هذه السنة. ومنذ سنة 1997 يحصل المغرب على رسوم نقدية تقدر بحوالي 12% من قيمة الغاز المنقول عبر خط أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر تراب المملكة المغربية وعبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا والبرتغال.